مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم. بالرغم من أن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف جار الضحية المسنة التي تقطن بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، إلا أنه لم يتم العثور على جثتها لحد الساعة. هذا ما سيصرح به أو سيكشف عنه زوجها الذي سيكشف عن تفاصيل هذه الجريمة. شفتها إمتى؟ شفتها نهار الحد. فاش كانت عند محسن؟ مشات عندي قالت لي بغيت نصيفط شي حاجه لمصطفى، يعطيني شي حاجه. راه قال لي سيري عاد با، عطيتها 200 درهم وعطيتها 400. قلت لها باش تركبي نهار الاحد، نهار 28 في الشهر، نهار 30 جات عندها امل هنايا في الليل مع العشره الليل، لقيتها دايره شويه المرقه داك الشيء. قالت لها بنيتي دي منها. قالت لي لا ما غاداش ندي منها. قالت لي انت هاد المعلينة في الكوزينه، راه انا موال فاش خليهم بحال هكا، راه حتى الغدا نهار الثلاث غدا نوض ليهم، راني ضاله اليوم في المعلم، كان عندي كيصوب ليا شي فويت ولا شنو هو ديال شي قادوس، غدا الصباح راني غادا نديرهم. مشات في حاله امل. حنا ملي ما لقيناش اتصلنا بها كنقولوا راه عام التليفون ما كيشدش. اللي فقهنا هو الدري قالنا با علاش امي ما كطفيش عليا التليفون، علاش ما كتجاوبنيش؟ الولد اللي في السجن مسكين، هو اللي عيط لينا. جينا نهار الحد بالليل، ملي جينا لقينا ديك المرقه وداك الشيء اللي كان باقا محطوطه كما كانت، الخبز كارم اللي مزيود، هو واحد الفطور ديال الثلاث مع اللي كان فاطر معاه نهار الثلاث، شكون هو الله اعلم. 100% هو اللي كان فاطر معاه. الله اعلم ابنيتي. ما عندكش شي فكره واش هذا كان كيتعطى المخدرات ولا؟ قلت لك شي حاجه نكذب عليك. ياك. حتى واحد ما عارفه واش كان كيتعطى المخدرات ولا ما كانش كيتعطى. الجيران يقدروا يكونوا الجيران، ديال هنا هما اللي يكونوا عارفين. ما بالنسبه احنا جينا من العائله. جينا هذه العائله وصافي. واش نسول عارف هذا واش كان كيتعطى المخدرات ولا واش كان ما عارفين حتى شي واحد ما عارفه واش كان انسان. مسكين هذا غير من العائله. طلب الله سبحانه وتعالى وين نزل الرحمه من عنده صفر. شي ولا كيخلع. واحد خطف هذا وهذه خطف هذه، قتيله هنا وقتيله هنا، ليلة علامة الساعة. الله يستر. نطلبوا الله سبحانه وتعالى وينزل من عنده صفر.